وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة وفاء العمادية، الوكيل المساعد للتخطيط والترويج بوزارة شؤون الشباب والرياضة. أستاذة وفاء، بداية نرحب بك. اليوم مملكة البحرين تحقق إنجاز متمثل بوزارة شؤون الشباب والرياضة. هذا الإنجاز العالمي لم يأتي بلا شك من فراغ، هل لك أن تحدثينا عن هذا الإنجاز وما الذي دفعكم إلى تحقيقه حقيقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم لكم بكل الشكر على استضافتي في تلفزيون البحرين وعلى اهتمامكم بإبراز الإنجازات والجوائز العالمية التي حصلت عليها وزارة شؤون الشباب والرياضة. طبعا مثل ما تفضلت، الفوز بخمس جوائز ضمن الدورة الخامسة عشر من جائزة السيفي، ومثل ما تعرف جائزة السيفي تعتبر من أرفع الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي، وتنافست على هاي الجوائز ما يقارب 6000 مرشح من 60 دولة من دول العالم. نعم. طبعا من خلال هاي المقابلة أيضا نود أن نعبر كوزارة شؤون الشباب والرياضة عن فخرنا واحتزازنا بهاي الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين، وكلها طبعا نابع من منطلق التوجيهات المستمرة والمحفزة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. طبعا على طول اسمه الشيخ ناصر يعطينا التوجيهات لتطوير الأداء العلمي والاحترافي بصورة مستمرة، تحقيق التنافسية بما فيه تبني أفضل الممارسات اللي تساهم في الارتقاء بالأداء، طبعا تطلعا إلى ينعكس بما معناه إيجابيا على القطاع الشبابي الرياضي في المملكة. حصلنا ولله الحمد جائزة ذهبية في مشروع اسمه خدمة اسألنا. خدمة اسألنا هي عبارة عن خدمة مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي اللي هو الشات بوت، أو مثل ما نسميه باللغة العربية الدردشة الافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف المواطنين والمقيمين في البحرين من جميع الفئات بما فيهم فئة الشباب. وأيضا حصلنا جائزة برونزية نظير جميع المشاريع والبرامج اللي قدمها قسم تقنية المعلومات في الوزارة. الجائزة الثانية الذهبية حصلنا عليها من خلال مشروع الحملة التسويقية لفعالية اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام. كانت الفعالية اسمها 1000 خطوة للسلام. طبعا رتبت لها هاي الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، وشارك فيها 5000 مشارك بحريني. نعم. فطبعا حصلت على الجائزة الذهبية. نعم. وأيضا عندنا جائزة برونزية حصلنا عليها في التسويق والترويج على مشروع الكتاب السنوي الإلكتروني. نعم. وهو يعتبر أول كتاب سنوي إلكتروني تصدر أي جهة حكومية. نعم. إذن الأستاذة وفاء العمادية الوكيل المساعد للتخطيط والترويج، شكرا جزيلا لك.